كان الجزائر هي دولة شقيقة والشعب الجزائري هو شعب شقيق، وحنا كنشوفوا بأن المشاكل اللي مازالين كنعانيو معها ومنها اختلقت من قبل أولا المستعمر، لأنه فرنسا ملي خرجت يعني دارت حدود رسمتها هي، ما احترمتش فيها التاريخ، ما احترمتش فيها الحق ديال المغرب ولا الجغرافية ديالو، وخلقت لنا مشكل بيننا وبين الشعب الجزائري الشقيق. ثم أنه استمرار واحد النظام اللي هو في الجزائر فاسد، اللي هو فاسد، وكتعرفوا كاين في الجزائر اليوم حراك شعبي كبير من اجل الديمقراطيه ومن اجل الاستفاده من الخيرات. الجزائر اللي هي دوله غنيه بالطاقه الاحفوريه اللي عندها، واليوم كنشوفوا ان هذا النظام الجزائري هو اللي كيختلق المشاكل، لان ما مصلحتوش باش نتصالحوا كمغرب كبير، ما مصلحتوش انه تفتح الحدود، ما مصلحتوش بان الشعبين الاخوين اللي امتزجت دماؤهم في الحرب ديال التحرير من الاستعمار الفرنسي انها اليوم كلها تحد وتنوض تبني التنميه، تبني الديمقراطيه وتبني التكامل على كل المستويات. ولهذا حنا كنتاسفوا على هذا الشيء، ولكن في نفس الوقت كنوجهوا كحزب سياسي مسؤول رساله للشعب المغربي، ما يكونش غلط، ما يدخلش بروباغندا، هذوك خوتنا اشقائنا، كنوجهوها في نفس الوقت الشعب الجزائري، كنقول لهم انتم خوتنا وحنا كنحترموكم، وان كيف كان تاريخنا مشترك مستقبلنا ما يمكن يكون الا مشترك في اطار مغرب كبير اللي فيه موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، ويتحل في اطاره مشكل مفتعل ديال الصحراء باش يمكن لنا في اطار من التكامل نشكلوا جبهه في الجنوب ديال البحر الابيض المتوسط تكون قادره غدا تتفاوض مع الاتحاد الاوروبي، ماشي كل واحد بوحدنا كيقول العصا وكيشريو من عندك الخيرات ديالك بجوج فرنك. هذا الشيء اللي خصو يتدار، ثم انه الا بنينا المغرب الكبير غادي نكونوا تقدمنا كثير في بناء التعاون جنوب جنوب، ونفتحوا على افريقيا اللي هي خصها تكون غدا مناره ديال العالم، واللي مع كل اسف اليوم افريقيا اغنى قاره هي الحلبه ديال الصراع ديال يعني الولايات المتحده الامريكيه والصين، وحنا فين غنربحوا؟ ولهذا خصنا ننتبهوا لمصلحه الشعب المغربي، مصلحه الشعب الجزائري، مصلحه الشعوب الافريقيه المضطهده. راه من عندنا داو العبيد باش خدموا امريكا، راه من عندنا سرقوا الذهب، راه من عندنا سرقوا خيراتنا، راه باقيين كيطبعوا يعني العمله ديال 14 دوله وكيستغلونا كعبيد مشرطين الحناك. حنا بغينا افريقيا بغينا تتحرر، والمغرب يمكن له يلعب دور، المغرب يمكن له يلعب دور لانه عنده تاريخ غني.